السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة السيد محمد رجب، صاحب مخبز أبراج مكة في منطقة ضاحية الأميرة هي في محافظة الزرقاء. سيد محمد رجب، مرحب فيك برنامجنا الوطني. بداية كل عام وانت بخير، نحكي لك مساء الخير. كل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا فيكم، وبنحييكم في برنامجكم هذا كله. نعم سيد محمد، حابين بداية نعرف السادة المشاهدين عن حضرتك، عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذا المخبز العريق في هذه المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدايتي في حياتي كانت من صغري، يعني في نفس العملية هاي، في نفس المخبز، وتعلمت في المخبز ونشأت كل حياتي كانت في عمل المخبز وعمل الشغل يعني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني سيد محمد، نتحدث عن تأسيس هذا المخبز، متى تأسس؟ تأسس هذا المخبز قبل 20 سنة تقريبا، وكانوا أصحابه يعني عاملين عليه، وأنا قمت من قبل سنة بلشت فيه بجديد وأنشأته كمان، طورته إلى الأحدث وإلى الأفضل. نعم، نتحدث عن أبرز الماكينات والآليات أو الآلات الموجودة داخل هذا المخبز. في عندك بيت النار بسموه الصينية، نعم، بيشتغلوا فيه يعني تقريبا نصف آلي بيكون، نعم. وفي عندك عجانة للعجين، يعني قوم فيها بالعجين الخبز، نعم. وشوية نعم. شغلات نعم. أخرى يعني. نعم، عدد الكوادر داخل هذا المخبز من فرسان التغيير، من جيل الشباب تقريبا 5 يعني بيشتغلوا في هذا المخبز وقائمين عليه يعني. نعم، كيف ترى خدمات هذه المنطقة سيد محمد رجب؟ والله خدمات كويسة وناجحة والحمد لله ومتطورة يعني. أكيد أكيد. لميم بتحب توجه رسالة شكر أكيد أكيد تنظيم خدمات هذه المنطقة. أوجه شكري كله إلى رئيس البلدية وإلى القناة قناة جوسات وإلى جميع الأخوة يعني المشاهدين. أكيد يعني سيد محمد، أكيد دائما وأبدا طموحات للتطوير، انتقالك النوعية من منطقة إلى منطقة، ما هي الطموحات؟ طموحاتي هي تطوير يعني الشغلة اللي أنا بعمل فيها والقائم عليها يعني، والإنتاج يكون أفضل يعني إن شاء من الله. سنة إلى سنة يكون أفضل وأنتج إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق والنجاح. المواد الأولية من ماذا تتكون سيد محمد؟ الخبز أول إشي بتكون من مادة الطحين ومن الماء يعني ومن السكر ومن الخميرة. أكيد أكيد. كيف ترى إقبال المواطنين لهذه المنطقة لهذا المخبز العريق؟ إقبال قوي وناجح والحمد لله ومناسب يعني. الحمد لله. رسالة للسادة المشاهدين وجلالة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في هذه الأعياد الوطنية، وكل عام وأنت بخير. بخير، وأقول للجميع، لكل الجميع، ولجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني أوجه له كل تحية، وبقول له كل عام وأنت بخير، وإلى إخوة جميعا وإلى كل الموظفين وكل العاملين في هذا الوطن، وجه لهم رسالة إنهم يقوموا على هذا العمل وكونوا يعني قائمين على قدر أهل العزم، على قدر أهل العزم، وكونوا يعني متطورين في هذا الوطن وعاملين في هذا الوطن وقائمين على هذا الوطن لإقامة الدولة التي يريدها جلالة سيدنا. الله يحفظه. الله اكيد. الله يخلي لنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحماة الوطن العين الساهرة، الله يعطيهم العافية، وجودهم مشكورة. سيد محمد رجب، اتمنى لك التوفيق والنجاح، لكن حابين نحدد لكل مشاهد موقع هذا المخبز اكيد في هذه المنطقة. موقعه في شارع بيرين، الشارع الرئيسي، في منطقة ضاحية الأميرة هيا، وفي منطقة شعبية وسوق يعني ومناسبة. أكيد أكيد. أرقام الهواتف الصدر على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير السيد أبو هشام سور. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد محمد رجب، صاحب مخبز أنوار مكة أو أبراج مكة في منطقة ضاحية الأمير حسن. يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا. العافية ويجزيك الخير. الله يبارك فيك وحياكم الله وبارك الله فيك.